شايفين السكرين. الترنت شغالة طبعا من مرجعين، تمام كده، ده أول مرجع فيهم. الإلكترونيكس ميجرمنت أند انسترومنتيشن، تمام كده. وإحنا طبعا عملنا كوفر للدكتورة يعني نانسي في أول محاضرتين، غطت الشابتر 1. وده طبعا مين اللي بيبقى انترودكشن، زي ما اتكلمنا فيه ان هو بيبقى جزء اكبر منه كلام بقى نظري، هيستوري، كومباريزون، ميكانيكال، فرق ما بين الالكتريكال والالكترونكس. في شويه اسئله كده ممكن تلاقي لها اجابات، يعني لو انت مثلا ايه الفرق ما بينك وما بين باور، او ايه الحاجه الكومه ما بينك وما بين حاسبات، ان احنا الالكترونكس ما بيننا وما بين حاسبات احنا اكتر منه، يعني احنا في التصنيع اكتر، هم في عملية البرمجة اكتر. احنا نخش برضو في البرمجة معانا، فالجزء الالكترونكس والكنترول ده ما بيننا وما بينهم. ممكن الناس بتوع باور يشتغلوا معانا في حتة الاي سيز وكل حاجة، بس هو كونسيرنت اكتر بحتة الهاي فولتج، الحاجات دي كلها. هو مين اللي بيشتغل في محطات توليد الكهرباء، الحاجات دي كله، فبيشتغل بقى 220 فولت وحاجات كبيرة قوي كده. احنا اخرنا يعني 15 فولت، يعني لو في الدايرة، يعني الدايرة كلها. ده الفرق ما بيننا وما بينهم. طبعا لما نيجي نتكلم على الأقيس القياس، لازم يبقى فيه حاجات كده، حاجات أساسية في الكاركترستكس بتاعته. زي مثلا الأكيوريسي، مثلا حد يقدر يديفاين الأكيوريسي؟ ولو قدر يديفاين الأكيوريسي يقول لي ايه الفرق ما بينها وما بين البريسيشن. حد يعرف كده يقول لي يعني ايه accuracy ويعني ايه precision؟ حد عارف الفرق؟ طيب وال precision؟ حد عنده أي حاجة ممكن يضيفها؟ طيب بس يا باشمهندسين، الأكيوريسي احنا قلنا يعني المشاركة دي مهمة، يعني تمام. الأكيوريسي هي زي ما زميلكم قال، هي الميجرد فاليو قريبة قد إيه من الأكشوال فاليو أو الترو فاليو، تمام كده. زي ما شايفين، أنا بقول الميجرد فاليو للترو فاليو قد ايه، هما الاثنين قريبين من بعض، دي اسمها accuracy، تمام كده. فالكل الكونديشن مربوطه بمين؟ بالقرايه، القرايه نفسها، تمام كده. البريسيشن لا، مربوطه بالجهاز، يعني ما اقولش ان القرايه دي، انا اقول accurate result، لكن لما اجي اقول على الديفايس اقول عليه بريسيشن، تمام كده، مربوطه بالجهاز. ليه؟ لان هو الجهاز اللي بعمل عليه اكتر من عمليه قرايه. او قصدي معنى كلمه بريسيشن ان هي انا عملت كام عمليه قرايه وادتني ريزلت قريبه من مين، من الاكشوال او الترو فاليو. يعني فور اكزامبل، لو انا اللي انا بقيس كيلو، تمام كده، لو انا جيت وزنته طلع لي كيلو 5 جرام، دي كده القرايه دي اكيوريت ولا مش اكيوريت؟ اكيوريت، تمام كده. طيب لو طلع لي الوزن 750 جرام، لا دي مش اكيوريت، تمام كده. طيب لو طلع لي 995 جرام، اكيوريت. ليه؟ انا كل في الاخر بشوف القرايه دي بالنسبه لمين؟ للوزن الحقيقي اللي انا بقيسه، تمام كده. طب لو نفس الجهاز مع اختلاف التوقيت وبقيس نفس الحاجه، فطلع لي مره 105 ومره 110 ومره 100 و100 ومره 150 ومره 900 و950 ومره 975، مش راضي يديني ريزلت ثابته. ده كده بسميه ايه؟ نون بريسيشن، ده مش دقيق. ليه؟ الدقيق معناه ان انا لو قست نفس الحاجه عند ديفرنت تايمز هلاقي ان هو بيديني نفس الريزلتس او قريبه جدا منها، تمام كده. فيبقى accuracy ريليتد بقرايه واحده بس، تمام كده، ان القرايه دي عملتها مره واحده فبناء عليه ادتني قيمه قريبه من الاكشوال او الترو فاليو. اما البريسيشن ده معناه ان انا عملت مجموعه من القراءات على نفس القرايه، هم قد ايه قريبين من بعضهم. لو قريبين من بعضهم يبقى الجهاز ده ايه؟ بريسيشن، تمام كده. طيب وقلنا الاكيوريت تتقال على الاكيوريسي، تتقال على ريدنج معين او ريزلت معينه، لكن البريسيشن بتتقال على السيستم او الديفايس او الانسترومنت كله، تمام كده. طيب نيجي تاني حاجه اسمها ريزوليوشن. انا هنا عايز هيطلع ثلاث مصطلحات: ريزوليوشن،
sensitivity والديد زون. حد يقدر يقول لي ايه اي حاجة منهم؟ حد يعرف اي واحدة فيهم ايه؟ السنسيتيفيتي هي القدرة على قياس الكميات الصغيرة جدا. sensitivity قيمة، يعني قصدك بقيمة صغيرة ايه؟ يعني مش فاهم. اصل القيمة الصغيرة دي مثلا لو انا مثلا عندي ميزان بيقيس من 0 ل 5 كيلو، فطول ما هو بيقيس من 0 ل 1 ده كده sensitivity، ولا قصدك بيها ايه؟ رئيس حاجة مثلا فولت، هو الجهاز ده بيقدر مثلا حاجة بالملي فولت وكده مور سنسيتيفيتي. طب معلش، طب لو عندي جهاز، انا بس عشان اتاكد بس الحته دي بتاعت باشمهندسه رقيه هي واصله صح ولا لا. طب انا لو عندي الجهاز ده ما بيقيس بالملي فولت بس بيقيس بالفولت او او ارقام كبيره في الفولت، ده كده كده ما فيش جهاز سنستيف بيقيس ارقام كبيره يعني؟ لا بس بيبقى قيمة صغيرة بمقارنة باللي هو بيقيس. لا يعني اصل انا من كلامك كده افهم ايه؟ ان السيفتي دي ما اقدرش اقولها على اي جهاز غير لو هو بيقيس كام صغيره، مايكرو ونانو وحاجات من دي وميلي وكده. الكلام ده توتالي غلط، تمام كده؟ معنى كلمه سنسيتيفيتي هي عباره او ريزوليوشن، السنسيتيفيتي والريزوليوشن هي حاجه واحده، هو ايه اصغر قيمه السيستم يقدر يرسبوند ليها. يعني لو انا جبت ميزان بيقيس بالطن، تمام كده، وحطيت له كيلو، هل هو هيديني ريسبونس؟ استحالة، تمام كده. طيب لو حطيت زودت الكيلو وخليتهم 10 ما اتحركش، لما خليتهم 50 المؤشر بدأ يتحرك. أول ما أقول كلمة إن المؤشر أو الأوتبوت بدأ يتحرك، دي هي دي الريزوليوشن أو السنسيتيفيتي. بس ساعتها أقدر أقول إيه؟ إن الريزوليوشن والسنسيتيفيتي بتاع الميزان ده 50 كيلو. يعني إيه؟ ان الميزان مش هيحس، حتى جاي من كلمة مش هيحس بالانبوت غير لما الانبوت يوصل 50 كيلو، او يبقى التغيير في الانبوت 50 كيلو. يعني لو هو بيقيس بالطن وانا حاطط له طن، تمام كده، لو زودت عليه كيلو بقى طن وكيلو، مش هيحس بيها. طب حطيت له طن و10 مش هيحس بيها، حطيت له طن و20 مش هيحس بيها، لغاية ما احط له طن 50 يبتدي يرفلكت، تمام كده، يبقى يبتدي المؤشر يتحرك. يبقى هو هنا السنسيتيفيتي بتاعته كل 50، ما لهاش علاقه بقيم كبيره ولا قيم صغيره، هو مدى حساسيته للتغيير في الانبوت شكلها عامل ازاي. هي دي كده السنسيتيفيتي، مدى حساسيه السيستم كاوتبوت او الريزلتس بالنسبه للتغيير في الانبوت. انت عمال تغير في الانبوت، هو ما انت حطيت كيلو وحطيت 10 وحطيت 20 ومفيش اي تغيير في الاوتبوت، رغم ان انت بتغير في الانبوت ومفيش اي تغيير في الاوتبوت، تمام كده. فده معناه ده بسميه كل اللي انا بغيره وما فيش تغيير في الاوتبوت ده اسمه الديد زون. انت عمال تغير وهو مش شايفك، هو انا مش شايفك يا ابني، انا مش حاسس بيك اصلا. امتى هبتدي احس بيك؟ عند ال 50. يبقى هي كده مش مربوطه بالقيم الصغيره، هي مربوطه بمدى تغيير الاوتبوت، ايه اصغر قيمه اقدر احطها على الانبوت بحيث ان هي تعمل لي انديكيشن على الاوتبوت. هي دي معنى كلمه الريزوليوشن او السنسيتيفيتي. وصلت كده يا باشمهندسين؟ يبقى ايه الحاجه اللي انا هحطها في الانبوت، سواء بقى بزود على حاجه اوريدي موجوده او اول حاجه ببتدي من سكراتش. يعني ممكن يكون الميزان فاضي، وممكن زي ما اديت مثال تاني لا الميزان عليه طن، المفروض يديني طن وي، وهو مديني بس قرايه طن، تمام كده. مش شرط يعني هي مدى هو هيتحرك قد ايه، المؤشر او الانديكيتور بتاعه هيتحرك اكوردنج للتغيير في مين، في الانبوت. طول ما انا بحط في الانبوت بغير في الانبوت او القيمه اللي انا عايز اقيسها عمال اغير فيها بالزياده وهو مش راضي يرفلكت، فده معناه ان هي مين؟ ديد زون. كل ده منطقي اسمها ايه؟ الديد زون. لكن اول ما اوصل للنقطه اللي يبتدي يخلي المؤشر يتحرك هو مين؟ هو السنسيتيفيتي، تمام كده. اقول لكم مثال بسيط، لو حد عنده ميزان، ميزان سواء وزن او ميزان اكل، لو هتعمل ميزان اكل مثلا هات لك حاجه خفيفه قوي مثلا زي الدقيق، حط شويه دقيق صغيرين خالص مش هيحس بيهم. تنيك زود زود زود، رغم ان انت عملت تزود اهو، اول ما يديك قرايه اللي هو بقى واحد جرام مثلا،
يبقى كده السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز ده 1 جرام لغايه ما يديك قرايه. نفس القصه ميزان الوزن مثلا تقيل، فانت برضو تنيك حط حاجات ايه، زود حط حاجه مثلا ايه 10 جرام 20 50 لو انت عايز تجربها يعني، لغايه ما يديك قرايه بتاعتك تبتدي تقول ان السنسيتيفيتي بتاعته كذا، او تعرف منها الديد زون كذا. خلاص كده فهمنا كده معنى الريزوليوشن والسنسيتيفيتي. سام تايم الريزوليوشن بيسموه سنسيتيفيتي، الريزوليوشن اشمل من السنسيتيفيتي، يعني من ضمن حاجة الريزوليوشن هي السنسيتيفيتي شوية حاجات يعني هي الأكبر. يعني أنا لو جالي في الاختيار، طبعا إن هو هنا أصلا في المرجع كاتب إن إيه، إن في بعض الحالات إن الريزوليوشن ممكن أعتبرها إيه سنسيتيفيتي، تمام كده. فأنا لو جات لي في الأوبشن في الاختياري جات لي التو أوبشنز يعني بختار الريزوليوشن على طول ده، تمام كده. الناس كده وصلت لها معنى كلمة سنسيتيفيتي أو ريزوليوشن إزاي؟ تمام يا باشمهندسين. تمام تمام هديكي كده. واحنا طبعا لما نيجي نتكلم على الايرور، تمام كده. الايرور ده طبعا هتلاقيه في كل حاجه طبعا، يعني لازم الايرور عشان تقوله هو انت اكيد قست حاجه، انت مش هينفع تقول ايرور من غير ما تكون عملت عمليه قياس او عندك ريزلتس بشكل نوميريك، تمام كده. دايما مربوطه بايه، بحاجه نوميريك تقدر تقول عليها ايرور. ليه؟ لان هي الايرور هي عباره عن ايه، بقارن. ابسط حاجه يعني طبعا الديفينيشن للايرور هو مقارنه ما بين الميجرد فاليو والايه والاكشوال او الترو فاليو. طبعا كل ما الايرور زاد ده معناه كل ما القيمتين بعد عن بعض، كل ما الايرور قل كل ما القيمتين قربوا من ايه من بعض. طبعا انا الاوبتيمم كيس ان انا محتاج الايرور يكون بيساوي كام، يساوي زيرو، تمام كده. طيب دلوقتي لما نيجي نحسب الايرور ممكن في اكتر من طريقه للايرور، بس احنا قلنا في الشابتر ده واخذين ابسط طريقه في حساب الايرور هي عباره عن الفرق ما بين الابسوليوت فاليو والايه، وال قصدي الفرق ما بين الميجرد فاليو وما بين الترو فاليو او الاكشوال فاليو. دي ابسط طريقه لحساب الايرور. ولو حسبت الايرور بالشكل ده وعباره عن الميجرد ماينس الابسوليوت فاليو، هو ده بسميه ابسوليوت ايرور. الترو او فاليو او الاكشوال فاليو دي القيمة الحقيقية للحاجة اللي أنا بعمل لها الميجرمنت، أما الميجرد دي هي الحاجة اللي طلعها الديفايس، تمام؟ طيب لو أنا دلوقتي absolute value دلوقتي أول حاجة هو ده بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ هو دايما بوزيتيف أو دايما نيجاتيف؟ الـ absolute error دايما بوزيتيف أو دايما نيجاتيف، ولا ممكن يطلع بوزيتيف ونيجاتيف؟ بوزيتيف دايما بوزيتيف. ليه؟ هو دايما القيمه اللي انا بقيسها دايما اكبر من القيمه الفعليه. ايه يا باشمهندس رمضان؟ تبقى قال يبقى دايما الايرور يا بوزيتيف يا نيجاتيف، تمام كده. والبوزيتيف ليها انديكيتور والنيجاتيف ليها انديكيتور، صح؟ طيب لو انا اديتك ايرور بالبوزيتيف من القانون ده، ايه المسج اللي هتوصل لك؟ ان دايما الميجرد فاليو اعلى من مين؟ من الاكشوال فاليو. طب لو اديتها لك بالنيجاتيف، ان كده معناه ان الميجرد فاليو اقل من مين؟ من الاكشوال فاليو، تمام كده. فمعنى ان الاشاره بتدي تو ديفرنت مينينج، فده معناه ان هي مهمه وليها اهميه، تمام كده. تمام يا باشمهندس. طب سؤال جه بعد كده، قال لك انا هعمل برزنتيشن تاني للايرور، بدل ما هو كان ابسوليوت فاليو قال لك انا هعمله ريليتيف فاليو، تمام كده. طيب ليه عملها ريليتيف ما اشتغلناش بالابسوليوت فاليو؟ حد يعرف ليه؟ انتوا زي ما انتوا شايفين القوانين اهو، تعالى نقول ابسوليوت فاليو الفرق ما بينهم ميجرد ماينس الاكشوال، اما الريليتيف فاليو هو عمل ايه؟ الايرور اللي انا حسبته ريليتيف للاكشوال فاليو او الترو فاليو مضروبه في 100، تمام؟
ليه عمل كده وما استخدمناش قيمة؟ يعني ليه بقعد اعمل له اكتر من برزنتيشن؟ مفيش حاجة بعملها كده وخلاص، اكيد ليها سبب. حد يعرف ليه؟ عشان لازم تقري مثلا ولا ايه؟ يعني انا بجيب أسهل. قيمة الجهاز ده فيه بس 5% او كده. ما هو لو على الرقم انا خلاص، ما انا حسب، انا يعني لو انت على السهوله، طب انا حسبته مره ليه اعمل عمليه تانية زياده؟ طب انا كده بصعبها عليا لو الاتنين واحد. مفيش اي حل. طيب تعالى اديكم مثال بسيط كده. لو انا جبت جهاز، ماشي، الجهاز ده الميجرد فاليو 1001 زي ما انتم شايفين كده، دي الميجرد فاليو، والترو فاليو هي اصلا 1000، فكده ايرور بكام؟ فرق واحد، 1000 و1 ماينس 1000 و1. جبت جهاز تاني الميجرد فاليو 2 والاكشوال فاليو ب1، فكده ساعتها الايرور بكام؟ ب1. هل الاثنين يتساويان؟ يعني كده اقدر اقول ان الاثنين زي بعض؟ ما هم نفس الايرور. هل الاثنين يتساوي؟ لا لا، ليه لا؟ من الميجر فاليو هنا في الاولانيه. رمضان ثبت على كده بقى، انت كل اللي انت كنت بتقوله قبل كده يعني كنا بنسمع منه طشاش، ثبت على كده. قول بقى كنت بتقول ايه؟ نعم، ثبت على كده، انت كده كويس، صوتك مسموع. بعد قبل كده كان بيقطع يعني. مش تمام. قول بقى. بقول لك قيمة الأولانية كبيرة، تمام، ميجر فاليو الأولانية كبيرة، إنما التانية صغيرة. تفرق في ايه؟ ممكن الواحدة. طيب تعال نبص كده، هي نسبة الايرور قد ايه؟ تعال بص، هو انا هنا غلطت في واحد اوت اوف كام؟ اوت اوف 1000. انا غلطت هنا واحد اوت اوف واحد، يعني انا مضاعف القيمة، يعني انا الغلط هنا عندي كبير. انا اصلا المفروض تطلع واحد، طلعتها اتنين. فلو جيت حسبت نسبة الايرور هلاقيها واحد. هل هي نفس السيستم لما يكون بيحسب 1001 وطلع لي 1000؟ ده هنا واحد اوت اوف كام؟ اوف 1000. ده هنا واحد اوت اوف واحد، ده هنا نسبة الايرور 100%. ده انت يعني نفس القيمة مضاعفها عليها، انت كده عندك ايرور بنسبة 100%. لكن هنا انت عندك ايرور بنسبة واحد على 1000، يعني انت عندك 1/10%. فعشان كده استحالة الابسولوت فاليو تعبر. طب خليك معايا لحظة، ده عشان كده الابسوليوت فاليو عمرها ما تكون بتعبر عن الايرور، تمام كده؟ لان في الحالتين مش متساويين. هو انا الخطأ بتاعي ده خلطت في كام؟ يعني مثلا لو انا دلوقتي عندي امتحان وغلطت في سؤال، تمام كده؟ سؤال القيمة بتاعته بدرجة، تمام كده؟ هل مثلا اي سؤال بدرجة اهمله؟ لا، على حسب الامتحان كله من كام. لو الامتحان من 10، لا، الواحد هنا قيمته كبيرة. لكن لو الامتحان من 150، لا يا عم، الواحد ده قيمته صغيرة. هو الواحد القيمة بتاعته دي الايرور بتاعك ده اوت اوف ايه، تمام كده؟ ساعتها انت بتقدر تشوف هو الغلط ده سهل وكان بيه اجنور ولا لا، بالنسبة لمين؟ للقيمة الكبيرة اللي انت عمال تقيسها، تمام كده؟ فانت اصلا لو بتقيس واحد، تمام كده، وقيسته اتنين، لا ده قيمة كبيرة خالص، انت ضعفته. لكن لو بتقيس 1000 وغلطت في واحد فمفيش مشكلة، تمام كده؟ ليه؟ لأنه هيبقى رقم صغير جدا بالنسبة لمين؟ للقيمة الحقيقية بتاعتك، تمام كده؟ فما ينفعش أخد الأبسوليوت فاليو هو الحكم الأساسي على مين؟ على السيستمز وأسويهم أو أقارنهم ببعض، لأ. هو أنت غلطت في القراية دي، الغلط كان قد إيه؟ هل هو كبير بالنسبة للقيمة اللي أنت كنت بتقيسها، ولا هو صغير بالنسبة للقيمة اللي أنت كنت بتقيسها؟ عشان كده دايما الإيرور بيتعامل برزنتيشن بالريلاتيف، انا عملت خطوه حسابيه زياده، اه، بس هما الاتنين مش زي بعض،
الريلاتيف هيديك عليه انديكيتور يعني. بس يعني انا في المثال ده لو جيت حسبت الريلاتيف هنا هيديك كام؟ واحد على ألف، ماشي كده؟ هنا هيديك كام؟ واحد، صح كده؟ اللي هو كام؟ 100%. يعني لما اجي اقول لك نسبة الايرور 100% وهنا هيديك 1/10، هنا 1/10%، هل الاتنين كده زي بعض؟ ده هنا 1/10% ايرور وهنا 100% ايرور، رغم ان الاتنين ليهم نفس الابسوليوت فاليو. تمام كده؟ ليه؟ لان ده بيحسب قرايات شكلها عامل ازاي وده بيحسب قرايات شكلها عامل ازاي. تمام كده؟ فدايما الريلاتيف هو المقياس اللي احكم بيه على الخطا او الايرور اللي موجود عندي فين؟ في السيستم بتاعي. تمام كده؟ وصلت يا باشمهندسين الغرض من حته الريلاتيف؟ ان هو ده، لا ده الانديكيتور الحقيقي. وليه بقول انديكيتور؟ لان هو بيديني معلومات كتير جدا من مجرد رقم. لو قلت لك 5% يبقى اي قرايه انت بتقراها او القرايه دي فيها 5% ايرور، سواء بالزياده او بالنقصان على حسب مين قيمه الايرور. لو بوزيتيف يبقى الميجرد اعلى من الايه؟ من الاكشوال. ولو نيجاتيف يبقى الميجرد اقل من مين؟ من الاكشوال. يبقى في فاليو واحده عماله تديني انديكيتورز الاكثر من ايه؟ من معلومه. تمام؟ طيب احنا كده غطينا جزء الايرور وغطينا جزء بتاع السنسيفيتي والاكيورسي والريزوليوشن، وده مين للجزء اللي خاص بالايه بالشيتس النهارده. الشيتس النهارده هو عباره عن حاجتين، الجزء الخاص بالاكزامبل هو ما فيش مسائل، يعني زي ما احنا كنا اتفقنا ان الشابتر ده هو عباره عن نظري اكتر منه يعني حاجات اكسرسايز ومسائل يعني. فزي ما انتم شايفين كل الاكزامبلز دي هي الدكتوره بس جمعناهم في شيت، وهو ده الشيت، وهو اصلا كده كده اوريدي محلولين في الشابتر. تمام كده؟ واحنا هنحلهم مع بعض. وبرده نفس القصه بالنسبه هنا لغايه اكزامبل كام؟ 1.7. تمام؟ في جزء اللي هو خاص بالاسئله النظري ده في الاخر خالص، الاكسرسايز اللي في الاخر دي برده اللي احنا قلنا عليها تاسك عليك تبتدي ايه تحلها، ولو في اي حاجه مش مفهومه ان شاء الله تبتدي نسال فين في السكشن اللي وراه. تمام كده؟ وزي ما انت برضو شايف في الانسر بتاعت ايه الاسئله، وهنا طبعا بيقول لك ايه شورت انسر كويتشن لو انت برضو عايز تتاكد ان انت فهمت الشابتر صح او الكلام ده كله. وهنا برضو لو عايز ايه ده لونج انسرز يعني لو انت عايز ايه تبتدي دي شرح باستفاضه يعني. تمام كده؟ فبناء على التاسك اللي عندك هو ال 20 الايه؟ ال 20 الاختيار دول، ولو في اي حاجه طبعا مش واضحه هنبتدي ايه؟ نشوفها في اول سكشن الجاي ان شاء الله. تمام كده؟ طيب. وده مرجع مش مهندس ولا شيت؟ لا مرجع، ده المرجع. المرجع؟ ده المرجع الشيت هنا. بس هفتحه. بس انا بقول لك المرجع فيه جزء النظري، انا مش هاخده اعمل له كوبي بيست، هو كده كده موجود في المرجع، كفايه ان احنا نلين المسائل يعني. يعني انت تاسك تحلهم، يعني انت مطلوب منك تحلهم، ولو انت فيهم حاجه انت احلهم، ولو مش هسلمهم ريبورت تسلم. تمام تمام طيب تعالى نشوف كده اول سؤال او اول اكزامبل يعني كان في المرجع. A moving coil a meter has a uniform scale، السكيل بتاعه uniform يعني متساوي، with 50 division، بتقسم 50 division او 50 حته او 50 جزء، and gives a full scale reading of 5 امبير. الفول سكيل يعني هو البدايه للنهايه بقسم عليهم قد ايه، يعني دايما كلمه الفول سكيل هي عباره عن الماكسيموم ماينس المينيموم للسكيل اللي انا بقيسه. تمام كده؟ ممكن اكون بدايتي صفر ونهايتي خمسه، ممكن اكون بدايتي واحد ونهايتي سته، فدايما الفول سكيل هو عباره عن الماكسيموم حاجه اللي انا بقراها ماينس المينيموم اللي انا ايه بقراها برضو، او الريفرنس بوينت بتاعتي. فالريفرنس ممكن يكون صفر او ممكن يكون اي قيمه ثانيه على حسب الديفايس، ماشي كده؟ فانت لازم تبقى عارف الفول سكيل بيتحسب ازاي، عشان ممكن تبقى تركه صغيره في مساله ممكن يديك السكيل بدايته من 5 وينتهي 10، او الفول سكيل هيبقى 10 ماينس 5 هيبقى ب 5، بس ساعتها ممكن تتلخبط. تمام كده؟
فالفول سكيل هو عبارة عن الماكسيمم قراية اللي انا اقدر اقراها على السكيل ده ماينس الايه المينيموم او الريفرنس بوينت بتاعتي. تمام. ذا انسترومنت كان ريد اب تو هنا المفروض دي فورس اوف ا سكيل ديفيجن ويز ا فير ديجري اوف سيرتينيتي. يعني ايه؟ ان الجهاز هنا ده يقدر يقرا ان هو دي هنا الخمسه باليوناني ولا باللاتيني. تمام كده. فده معناه ان الديفيجن مقسوم بخمسه. تمام كده. البدايه والنهايه وثلاثه في النص. تمام كده. فانت دلوقتي لو الديفيجن بتاعك مقسوم بثلاثه ده معناه ان هو متقسم اربع حتت. تمام كده. فده معناه هو هنا بيقول لك يقدر ايه؟ ان يقدر السكيل بتاع الديفيجن يقدر يتقسم لايه؟ لخمسه من نقطه البدايه والنهايه وثلاثه فين؟ في النص. مش كده؟ طيب عايز يحسب هنا الريزوليوشن اوف ذا انسترومنت ان ملي امبير. تمام كده؟ طيب فهنا ده بس بنقل الحاجات المعطيات اللي في المسألة ده يونيفورم سكيل ويز 50 ديفيجن. فانا بقول هنا الديفيجن ده هو لو انت اللي ستارت ديفيجن 1 ديفيجن 2 3 لغاية ما اوصل ب 50 ودي الاند ايا كان الاند بتاعتي ايه. هو مديني هنا الفول سكيل لو انا قلت الريفرنس بتاعه 0 يبقى هنا 5 لو قلت هنا 1 يبقى هنا 6 على حسب ما انت ايه هتحط الريفرنس بوينت تزود عليهم 5 لان الفول سكيل عبارة عن الماكسيموم ماينس مين المينيموم. وان هنا ان السنسيفيتي او الديفايس يقدر يرياكت لمين للايه للسكيل بتاع الديفيجن. تمام كده مقسوم على الاربعه. فعايز يحسب الريزوليوشن بتاعنا. احنا قلنا الريزوليوشن هو عباره عن ايه؟ هو الستيب اللي يقدر ايه اللي تشينج مينيمم تشينج في الانبوت اللي يعمل انتروديوس ايه تشينج في الاوت. طب هو لو الاوتبوت ده هنا البوينتر واقف هنا عشان يتحرك من هنا لهنا فهي دي الريزوليوشن لان هو دي الستيبس اللي هو بيعمل عليها كاليبريشن او بيعمل عليها التقسيمه. فهو عشان يتحرك الستيب دي فهي دي بالنسبه له هي مين الريزوليوشن او السنسيتيفيتي بتاعت الجهاز. طب عشان احسبها هي دي عباره عن ايه؟ ربع الديفيجن. طب الديفيجن بكام؟ هو 1 على 50 من الفول سكيل. ليه؟ لان الفول سكيل 5 مقسوم على 50 جزء يبقى 5 على 50 يبقى الكام الديفيجن بكام؟ ب 100. طب هو هنا ربع الديفيجن اللي هو according بقى للبوينتر يقدر يتحرك من نقطة لنقطة تانية. فبناء عليه هو ربع عبارة عن ربع الديفيجن يبقى ربع في 100 ملي أمبير هيطلع لك كام؟ 25 ملي أمبير. يبقى السنستيفيتي أو الريزوليوشن للجهاز ده هو عبارة عن كام؟ 25 ملي أمبير. يبقى أنا دلوقتي لو أنا عايز أجيب أقسم المؤشر بتاعي هقسمه كل كام؟ كل 25 ملي أمبير. المؤشر بتاعي هتلاقيه إيه؟ بيعمل ستيب. تمام كده. تمام. لا هو دي هنا دي غلطة. دي المفروض تتكتب أربعة. تمام كده. يعني هو هنا الربع بتاع السكيل. تمام كده. هو هنا الربع ده هنا الربع السكيل من بتاع الديفيجن. الربع الديفيجن. فتجيب ما هو هو الريزوليوشن هو عباره عن ايه؟ اقل حاجه الديفايس بيأكت عليها. هو بيقدر يقرا لغايه مين؟ هو كان ريد اب هو يقدر يقرا لغايه ربع الديفيجن. فانا لو عرفت قيمه ربع الديفيجن هي دي كده بالنسبه لي هي مين؟ هي الريزوليوشن او السنسيفتي بتاعت الجهاز لان دي اقل حاجه يقدر يرياكت عليها او يقدر يديني عليها انديكيتور. شيء دي السنسيفتي او الريزوليوشن. تمام. طيب هنبتدي بس بمسألة 5 و 6 و 7 الأول وبعد كده نرجع تاني ل 2 و 3 و 4. مسألة رقم 5 بيقول لي ايه؟ The measured value of a resistance
عبارة عن 10^25 أوم. Whereas its value is 10^22 أوم. تمام كده. عايز يحسب الـ absolute error of the measurement. عايز يحسب الـ absolute error للـ measurement دي. بس هو مديني الـ measured ومديني الـ A الـ true value بتاعته. تمام كده. فطبعا دي straight forward خالص. عوض على طول في القانون. بيديني الميجرد فاليو 10 وربع، بيديني الاكشوال فاليو 10.22، وعايز يحسب الابسوليوت وانا زودت على الريلاتيف يعني. فساعتها هطرح هنا الميجرد فاليو ماينس الاكشوال او ترو فاليو هيديني الايه؟ الايرور. طبعا الايرور ده بوزيتيف، يعني معناه ان الميجرد اعلى من الترو. ولو عايز اجيب الريلاتيف اقسم دي على الايه الفاليو الترو، ساعتها اقدر اجيب مين؟ البرسنتج. تمام كده. في بعض الاحيان وبعض السيستمز بيقول لك ان الاي الميجرد والاي بيبقوا قريبين جدا من بعض، فبناء عليه تقدر تعوض في القانون ده مره بالاي ومره بالاي ام. بس ادم هو هنا مديها لك فانت بتعوض بالاي على طول. تمام كده. والصح ان انت تعوض بالاي. في سيستمز ثانيه الاي الفرق ما بين الاي والاي ام صغير جدا، فساعتها ممكن تعوض بالاي او بالاي ام مش هتفرق. تمام كده. بس ده لما هو لو هو مدي لك الاثنين يبقى انت مش قدامكش اوبشن غير لما تعوض بالاي. تمام. المسألة رقم 6 لا تختلف كثيرا عن المسألة رقم 5 ولا 7. The measured value of a capacitor عبارة عن 2.5 و 3 من 10 FIF. تمام كده. Whereas it's a true value كذا، عايز يحسب ال relative value. تمام كده. أنا بس مبدئيا بس أنا عندي هنا FIF دي، أنا مثلا عملت عليه سيرش عشان أعرف إيه، وفي ناس كتير بتستخدمه. تمام كده. انا مش لاقي لها يعني ابريفيشن او ستاند فور حاجه غير ان هي ايكوفالنت للمايكرو فاراد. تمام كده. ومش لاقي سبب مقنع زي يو كده. ساعات ما يكتبوا مايكرو فاراد بدل ما بيكتبوا ميو بيكتبوا اليو. ده عشان بس بتسهل عمليه التايبنج بس. بس انا الصراحه كنت مع المرجع ده اول مره اشوف الاف اي اف. تمام كده. فهي دي معناها ايه؟ دي مايكرو فاراد. انا عن نفسي وجهه نظري شايف ان هي معموله كده تسهيلا للتايبنج بس. تمام كده. بس عشان برضو لو قابلتك في اي حته تانية هي ايكوفلنت للمايكرو، بس هي معموله ليه وايه الفرق؟ انا مش لاقي لها تفسير يعني غير اللي انا زي ما بقول لكم كده، هو حاجه بس بتسهل اليه الكتابه على الكيبورد وخلاص. تمام. وفي نفس الوقت انت برضو لو كتبت الميو هتلاقيها قريبه. لو انت شبكت الاف في الاي هتلاقي ان الشكل هيظهر معاك تقريبا يعني. طيب فانا دلوقتي عايز اجيب الريلاتيف ايرور، فهنا مديني الميجرد والاكشوال. حتى لو برضو انا عايز اقول لك حاجه، حتى لو اليونت دي انت مش عارفها انت تقدر تحل مساله عادي. ليه؟ لان في الاول وفي الاخر انت هتطرح يونت من يونت بنفس اليونت، فمفيش حاجه. دي هنا اف اي، انا برضو حاولت لك اكتبها لكم مره بالمايكرو عشان ممكن تبقى شبهها لو شبكتها ببعض يعني لو انت حاسسها يعني. تمام. كده كده بتطرح نفس الفاليو، فمفيش مشكله تطرحهم من بعض هيطلع لك قيمه بنفس اليونت اللي هي 3.9 اف اي اف كابيتال. ولو عايز اجيب الريلاتيف هي عباره عن الابسوليوت فاليو على الاكشوال او الترو فاليو، فلو قسمتهم على بعض نفس القيم برضه او نفس اليونت. فانت منتهى البساطه مساله زي دي مع برضه في يونت انت مش عارفها تقدر تحل مساله عادي. تمام كده. بس برضو انت لازم تبقى عارفها وان هي دي ايه المايكرو فاراد طبعا، اللي هي 10 اس سالب كام؟ سالب 6. مسألة رقم 7 العكس بقى. هو هنا مديني الميجرد فاليو بالوات، هنا هتلاقي وات ميتر ريد كام؟ 25 34 وات. والابسوليوت ايرور في الجهاز ماينس 11. عايز يحسب الترو فاليو يعني. طبعا ادك حاجتين تانيين وعايز الحاجه الثالثه. ساعتها هنا الابسوليوت فاليو هي عباره عن الميجرد ماينس الترو او الاكشوال، فانت عايز الترو او الاكشوال فاليو هي عباره عن الميجرد ماينس الايه الابسوليوت ايرور. لو طرحنا هنا ماينس ماينس تبقى بلس، فساعتها تعمل. طبعا هنا لو الايرور كان بقيمه بوزيتيف هيديك قيمه مختلفه تماما عن قيمه مين؟ الترو. تمام كده. طيب قبل ما نروح بس للجزء الثاني، هو دايما هنا الابسوليوت فاليو يجي يقول لك ايه
بيربطه بالقيمه. طبعا احنا قايلين ان الابسوليوت فاليو او الريلاتيف فاليو هو مربوط بمين؟ بالقيمه اللي انت عملت لها قرايه، فيا اما هيزودها يا اما هينقصها. فلما بيجي يكتبوا القرايات بتاعه الكلام ده كله دايما بيكتبها بوزيتيف اور نيجاتيف. مكتوبه هنا ولا لا؟ انا اجيبها لكم الماركه احسن. تمام. فلما يجي يقول لك ايه ان دي الميجرد فاليو، دي هنا الدلتا ايه، يعني الدلتا دي الدلتا الصغيره، هي عباره عن الميجرد ماينس الايرور. دلتا ايه دي اللي هي الابسلون نوت، يعني اللي هي الابسوليوت ايرور، يا اما بيقلل القيمه يا اما بيزود القيمه بتاعته. تمام كده. فممكن اكتبها بالشكل ده، ان هي عباره عن الميجرد فاليو موجب او ماينس مين الابسوليوت فاليو او الابسوليوت ايرور، او ممكن اكتبها A بيساوي A ميجرد موجب او ماينس الريلاتيف ايرور. تمام كده. فممكن اعبر عنها بشكلين تانيين مختلفين، بدل ما اعبر ده لوحده وده العبر لوحده، ممكن احطهم كلهم فين؟ في ستيتمنت لوحدها. الستيتمنت دي بتعبر عن ايه؟ بتعبر عن ان القيمه بتاعتي دي هتتراوح من رينج كام لكام، سواء في البوزيتيف او في النيجاتيف، زي المالتي سيم بالظبط. مالتي سيم لو انتم فاكرين في المقاومات، لو انت بتيجي تختار مقاومه بتيجي تختارها وبيجي يقول لك التولرنس بتاعها قد ايه. طب هو التولرنس ده كان فايدته ايه؟ ان انت تقدر تعمل عليه بلس وماينس للتولرنس ده، يعني لو المقاومه التولرنس بتاعها 1% بتشوف قيمتها كام وتضربها في ال 1% وده تزوده بيه مره وتنقص بيه مره، فالرينج بتاع المقاومه ممكن يكون قيمه من القيم دي. تمام كده. فده برضو طريقه ان احنا بنعمل لها برزنتيشن. ودايما برضو الموست كومن هو الريلاتيف. هو هنا مش هتفرق معايا ليه؟ لان دايما قيمه الاي موجوده معايا، فانا دايما شايف الاصل، لكن الريلاتيف طبعا بيبقى انديكيتور اسرع. تمام كده. وده بيسموه ايه؟ الليميتنج ايرور، ان انا ازود الايرور على الفاليو واطرح الايرور من الفاليو. فهو ده كده هنا الايرور بتاعه عمره ما هيخرج عن الريجن دي، ده كده الماكسيموم بتاعه وده المينيموم بتاعه. تمام كده. وده بيبقى برضو انديكيتور على الاكيوريسي بتاع مين الديفايس اللي احنا شغالين عليه. تمام كده. تعال نروح لمسألة رقم 2. بيقول لي من 0 ل 25 امبير امبير has a guaranteed accuracy of 1% of full scale. يعني امبير البداية بتاعته او الريفرنس بوينت 0 لغاية 25، فانا عايز اجيب الفول سكيل يبقى اطرح الاثنين من بعض اللي هو 25. يعني بيقول لي ان هو هنا بيضمن accuracy of كام؟ 1% من الفول سكيل. يعني اي قراية هتطلع تبقى فيها نسبة خطأ بمقدار كام؟ 1% من الفول سكيل. فالفول سكيل هنا كام؟ 25. فلو انا جبت 1% من 25 فده كده نسبة الخطأ في اي قراية هتطلع. طب هو لو الميجرد فاليو بمقدار كام؟ 10 امبير. تمام كده؟ ديترماين ذا ليميتنج ايرور ان برسنتج. يعني عايز يجيب الليميتنج ايرور بتاع القراية دي بس بشكل برسنتج، مش عايزها فاليو. طيب دلوقتي دي الميجرد فاليو ب 10 امبير. طيب الايرور فيها قد ايه؟ هو عباره عن 1% من الفول سكيل. طيب تمام. يبقى انا دلوقتي لو عايز اجيب القرايه دي الابسوليوت ايرور بتاعها كام؟ هو عباره عن 1% من الفول سكيل. طب 1% من الفول سكيل اللي هو كام؟ 25. لو 25 ماينص 0 هيطلع لك كام؟ ربع امبير. يبقى القرايه دي او اي طبعا بقى هنا ده عشان مربوطه بالفول سكيل مش مربوطه بالقرايه، او هنا اي قرايه هيبقى عليها زياده كام؟ 25 من 100 امبير، سواء بالزياده او بالنقصان. فانا ممكن اكتبها كده ان القرايه دي عليها نسبه ايرور او ليميتنج ايرور بتاعها ممكن يزيد 25 من 100 امبير وممكن يقل 25 من 100 امبير. ده ممكن اكتبه بالشكل ده، او ممكن اكتبه بشكل تاني عن طريق مين؟ الريلاتيف ايرور. طب الريلاتيف ايرور هو عباره عن ايه؟ الابسوليوت ايرور بالنسبه لمين؟ بالنسبه للقرايه نفسها. فهنا الابسوليوت ايرور هو عباره عن 25 من 100 والقرايه نفسها عن 10، 25 من 100 على 10 في 100 هيطلع لك كام؟ 2.5%. ممكن اكتبها بالشكل ده، 10 امبير موجب او سالب 2.5% من قيمه القرايه اللي انا واقف عليه. فدي ايكوفالنت لدي. ونخلي بالنا انا لما جيت كتبتها كتبت هنا 10A
اليونت موجب او سالب 25% A يونت برضو. نفس القصة هنا 10A اليونت، هنا 2.5%. ليه؟ لان انا لما كتبتش دي ممكن الناس تاخدها مرة ان هي برسنتج، ممكن ناس تانية تفهم ان هي ايه امبير، وطبعا شتان الفرق ما بينهم هم الاثنين. تمام كده؟ فلازم لما تيجي تكتبها تكتب الايه اليونتس بتاع كل ايه ترم فيها. تمام كده؟ طيب عايش هندسه ممكن مثال ده بس ممكن تقراه يعني السؤال ولا الاجابه؟ مثال ده اقرا ايه الاول. تمام. هو هنا بيقول لك دلوقتي اميتر شغال السكيل بتاعه من 0 ل 25، هو ليه مديني ده؟ عشان اعرف اجيب الفول سكيل. تمام كده؟ فجبنا الفول سكيل اطرح ده من ده 25. هو هنا بيقول لك انا هو ضامن الاكيرسي بتاعته، الاكيرسي بتاعته هي 1% من الفول سكيل بتاعه. تمام كده؟ يعني هو اكيور بنسبه 99%، ما بيجليش بس غير في ال 1%. من مين؟ من فول سكيل. يعني الديفايس ده الايرور اللي فيه 1%. تمام كده؟ طيب ال 1% من مين؟ من الفول سكيل. انا دلوقتي اللي عايز اجيب الايرور في اي قرايه هيقراها الديفايس ده او الاميتر ده هتبقى كام؟ 1%. 1% من الفول سكيل اللي هو 25. يبقى انا لو عايز اجيب ايرور اي قرايه يبقى 1% من 25 اللي هو كام؟ 25 من 100 امبير. تمام؟ ده لاي قرايه بقى. تمام كده؟ هو هنا مش حاططها لك للقرايه المعينه دي، لا ده هو قايل لك للديفايس. هو هنا بيتكلم على الديفايس. لو بس بيقول لك بقى ايه؟ لو القرايه، عشان هو عارف ان دايما الريلاتيف لازم يبقى مربوط بقرايه مش مطلق كده وخلاص. تمام كده؟ لو القرايه اللي على الجهاز دي هي عباره عن 10 امبير، عايز يحسب الليمتنج ايرور ان برسنتج. طيب الليمتنج ايرور ده عباره عن ايه؟ هي القرايه هتتراوح منين لفين؟ هي ممكن الايرور يزيد عليها تبقى كام، وممكن ينقص منها تبقى كام. تمام كده؟ فاحنا عندنا هنا الايرور ربع، فممكن الربع ده يزيد على 10 يبقى 10 وربع، وممكن يقل من ال 10 يبقى 9.75. فالقرايات كلها هتتراوح. مش الربع ده لكل سكيل يعني ولا السكيل كله؟ ده الايرور ده اللي في الجهاز كله يعني القراءة كلها. القراءة كلها 25 فول سكيل ريدنج 25 من 100. تمام. تمام تمام يا شمس. طيب فدلوقتي يبقى انا كده دلوقتي جبت الايه؟ النسبة الايرور بتاعتي. طيب فانا دلوقتي عايز اجيب القيمة اللي انا هتراوح ما بينها من هنا لهنا، هتراوح ما بينها ازاي؟ فدلوقتي انا عندي هنا 10 امبير. تمام كده؟ فهزيد ازود عليها نسبة الايرور اللي موجودة، مرة ازود عليها اللي هي ال 25، ومرة ازود عليها مين؟ اللي هي الايه؟ انقص منها ال 25 مرة بزيادة ومرة بالنقصان. وبعد كده ابتدي احسب بقى الايه القيمه بتاعته برسنتج بالنسبه دي. فمره هحسبها بالنسبه ل 10، ومره هحسبها بالنسبه ايه اللي هي كده كده نفس ال 10، مره بالبوستيف ومره بالنيجاتيف. فهنا معلش انا مش فاهم البوستيف والنيجاتيف. هو هنا الليميتنج، يعني هو مش هو الايرور ده ممكن يزيد وممكن يقل، يعني ممكن تصحبه ان هو يزود زياده في القيمه وممكن تصحبه نقصان في القيمه. فهو تمام. بيقول لك ان القيمه بتاعتك هتتراوح من المينيموم للماكسيموم. يعني هو بيديك الرينج ان انت كده كده عمر القرايه ما هتطلع بره الرينج ده. يعني انت لو انت لو بتقيس 10 فعلا، يعني هو قصدي هنا انت هنا لو بتقيس 10 فعلا ممكن تطلع لك 10، وممكن تطلع لك توصل لغايه 10 25 امبير، وممكن توصل تقل لغايه 9 95 75 امبير، بس عمرها ما تطلع بره الرينج ده. يبقى هي القيمه اللي انت لو انت فعلا بتقيس 10 امبير يبقى اقل فاليو ممكن الجهاز يطلعها هي كام؟ 9 75، واعلى قيمه يقدر يطلعها الجهاز هي 10 25، لكن عمره ما يقدر يطلع بره القيم دي. تمام 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 كده. طب لو قال لك 2%، طب 2% من السكيل ده هيبقى عباره عن كام؟ 5 نص امبير. يبقى كده الجهاز ده لما يجي يقيس 10 امبير يبقى اقل حاجه يطلعها 9.5، واعلى حاجه يطلعها كام؟ 10.5. 10.5. تمام؟ تمام. فالصيغه بقى اللي هنا الليمتنج دي، تمام كده؟ ان الايرور ذات نفسه مش هيعدي الرينج ده، ده الليمتنج بتاعت الايرور نفسها. تمام كده؟
فهنا بتكتب له القيم عباره عن ايه القرايه بتاعتك وهي ماكسيمم تتراوح بكام وهتقل بكام، او تكتبها عباره عن القرايه بتاعتك والبرسنتج منها. تمام. طيب. مسألة رقم 3. The inductance of an inductor is specified as 20 هنري موجب أو سالب 5% by a manufacturer. هو هنا دلوقتي إن هو الإنديكيتور بتاعه الاندكتنس ده لو هو معمول عبارة عن 20 هنري 5%، 5% من مين؟ من القيمة دي. عايز يحسب الليمت بتاعت الاندكتنس الفاليوز بقى، هنا مش عايزها برسنتج، عايزها كفاليو اللي هو هنا ايه بيقدر يعمل لها جرانتي الانديكيتور ده. تمام كده؟ يعني هو من الاخر مديني صورة برسنتج وعايز يخليها صورة باكشوال فاليوز، واحنا قلنا الاثنين ايكويفالنت ايه لبعض. بس هي 5% دي بتاعت الايرور بتاعت انهي قراية؟ اللي هي ال 20 هنري. تمام كده؟ فساعتها هنا دلوقتي هي 20 هنري موجب او سالب 5%، فساعتها هنا ده الريلاتيف ايرور، ال 5% دي الريلاتيف ايرور اللي هي بتاعت مين؟ 20. فلو عايز احسب الابسوليوت فاليو هي عباره عن الريلاتيف فاليو عباره عن ابسوليوت الايرور على الاكشوال فاليو اللي بتساوي 5%، وانا عندي هنا الابسوليوت فاليو اقدر اجيبها هي عباره عن بقى كروس هنا 5% في الفاليو بتاعتي 20، فتطلع لي واحد ايه؟ واحد هنري. فساعتها هنا القرايه بتاعتي هتطلع كام؟ 20 موجب او سالب واحد. يعني لو انا بقيس 20 هنري يا اما يطلع لي من اقل من 19 لغايه كام؟ 21، هيطلع لي قيمه من القيم دول. تمام كده؟ نيجي هنا لآخر مثال معانا اللي هو رقم 4. بيقول لي من 0-225 فولتميتر has guaranteed accuracy 2% من الايه؟ من الفول سكيل بتاعه. تمام كده؟ فدلوقتي هنا the voltage measured by the voltmeter is 150 volt determines the limiting error in percentage. تمام كده؟ طيب هو هنا على الفول سكيل كان كام؟ 2%، فانا دلوقتي عايز احسب نسبة الايرور هتبقى عبارة عن كام؟ 2% من مين؟ من الفول سكيل اللي هو كام؟ 250. أحسب ساعتها كده الأبسوليوت إيه؟ الأبسوليوت فاليو. فساعتها هنا الأبسوليوت إيرور فاليو عبارة عن 2% من الفول سكيل، 2 على 100 في 250 هيديني كام؟ 5 فولت. طب لو عايز أجيبه ريلاتيف بقى للقراية بتاعتي اللي هي ما كام؟ 150، فساعتها يبقى هنا الخمسة بالنسبة لل 150 في 100 هيديني كام؟ 3.3 او 33%. فساعتها اقدر اكتبها ازاي؟ الليمتنج ايرور بتاعي عباره عن 150 فولت موجب او سالب 3.33%. تمام. تمام يا باشمهندسين. حد سمع حاجة طيب؟ أيوة معاك يا هندسة. تمام. طب حد فاهم حاجة؟ طيب أنا كده خلصت، لو في حد عنده أي سؤال يسأل وأنا هاخد بس الغياب. الناس تقدر تتفضل يا باشمهندس. عفوا.